إكس هي شخصية اختنا باش نحكيو عليها، شخصية تستحق انك تعرفها وتتعمق فيها. اخترناها خاطر لقينا فيها برشا حاجات سبيسيال مش كيما نلقاوها عند العباد الكل، وحكايتها تخليك تسمعها وتحاول تحس بيها. على الأساس هذاك اخترنا شخصيتنا. ما فماش حاجة بارفيت، حاجة بارفيت راي كذبة. هو ديجا بديت من قبل الباك، انا من قبل الباك ما نعرفش على روحي شنو نحب نعمل. متاع عمري ما كنت عندي حاجه، نحب نطلع كل شيء يوم فيت. متاع نحب نطلع بسي، ونحب نطلع انتروبولوك، ونحب نطلع طبيبه، ونحب نكتب كتب، ونحب نعمل بانتور، ونحب نعمل موسيقى، ونحب نعمل كل شيء في نفس الوقت. كنت حاب نعمل موسيقى، يا اخي بابا قال لي ليحرق الموسيقى، وحطني نعمل كاراتيه خاطر يحبني نضرب الاولاد باش حتى واحد ما ينجم يضرب. ماما وبابا كيما حلوا لي جوانحي كيما قصوهم لي في نفس الوقت. ماما سبغي قمعتني زاد بطبيعة كيما اي ام، هذا الام على باز قمع، والبو قمع هذا عنده عليك اوتوريتي دونك يقمع فيك من الصغر نتاع يرد فيك هكا عجينة بين يدي، يحب يصنع حاجة منك. هو صنعك اون فيت، صنعوني انا اذا طلعت متكتكة، خاطر هما سمحولي اني نكون متكتكة، خاطر الافوا يقولوا لي ليه ما تعملش، وفي نفس الوقت عندي مكتبة فيها تقول لي تنجم تعمل تحب عليه، في نفس الوقت تقول لي راك تنجم تخدم في النازا باش تمشي لامريكا وتعمل كاراتيه واللي تبولد عليك تبصق عليه في الشارع، وفي نفس الوقت يقول لك لازمك تصلي وتكون حشيمة صوتك ما يتسمعش بالقوي وما تعيطش دونك تسمع الكلام، وفي الشارع لازمك تضرب الاولاد. بارادوكس كبير. يقول لك ليه ما تمشيش كونسيرفاتوار، الموسيقى حرام. وهو كيبدا وحده يبدا يدندن في نظم الغزالي، مشي في بيلو اللي هو كي جيب صغير باش يواصل المسيره نتاعو، ولا باش يعمل كل الحاجات اللي هو ما نجمش يعملهم في حياته. عرفت كيفاش بدلوا المشعل؟ عرفت تاع فازي اعمل الحاجات اللي انا ما نجمتش نعملهم. احنا كلنا من الريزولتا نتاعهم ومتاع اللي عشناه فك 3 سنين واربع سنين وخمس سنين وست سنين، واي سوفنير تتفكروا في حياتك اذا تتفكر حاجه سيكوراي تروماتيزونت والا امباكتونت، اذا فما حاجه غلطت في مخك حتى حاجه ديبي. هربت من الايماج هذيك البرفيت نتاع بابا، اما صنعت لروحي ايماج برفيت بريسك تعجبني. لفيت لي ان نحس العبيد نقلقهم شوي، سورتو مع العبيد اللي نحبهم. هي راهي هزار صغيره بالكل شبه على الاخر الهزار نتاع ما تبدلتش برشا، يعني جوز زيدوها دي تروما اكثر شوي. دونك صغري كنت عاقله، ديما ساكته، ديما نسمع، نتعارك مع الوليد، نحب نغلبهم في البغات فيخ. وكي كنت صغيرة كنت زي ما نحاوز تخسنو شورت كها كيف الوليد هاك. دايوغ كانوا حيطوا لي محمد علي، يقولوا لي قوية، شخصيتك قوية، هذيك ديما نسمعها. رقم مش صحيح، حتى تعرف اللي شو سي يظهر لي على قد ما نكرهها، على قد ما كان يمكن أول بلاصة تعلمت فيها إيش معناها حياة. دونك كيما قلت لك عندي هنا نصبح نتفرج في فيلم، ولا نصبح ونعم في عملة أنا وصاحبتي، ولا نصبح وين وخويتي البنيت خرجنا بالسرقة باش نمشيو لبواتا، خير من ريقدة في بيتي باش نقوم غدوة على الصباح نمشي على سقاية نص ساعة وبعد ناخذ الكات وبعد الآن وبعد تي جي إم وأنا عندي 3000 فرنك في جيبي. معناها بكل صراحة اون فيت اللي عندينا الشباب والأنفونس هي كال قديش الفريكونس نتاع الواو نتاعك في النهار، قديش من حاجة شفتها أول مرة ولا سمعتها أول مرة. يمكن هذيك الحاجة اللي تبدلت، اللي نقصوا الفريكونس، نقصت مزيلو فما دايوغ انا توا في وسط واو، منعيش في حاجة واو. انا توا نقولكمش عليها شنو، منعيش في حاجة واو. اخراج سناء بن طاهر، امامي بن فقير، ريان درعاوي، تسجيل الصوتي سناء بن طاهر، تسجيل ريان درعاوي.
مونتاج أمي ما بن فقير، ريان درعاوي، إنتاج جريدتي.